السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا مرحبا فيكم معنا من جديد. طبعا نستكمل معكم رحلاتنا، وهذه الرحلة الأخيرة من مطار مرسى مطرح إلى القاهرة. الحين خلاص النزول تدريجي، وهذه آخر رحلة في مصر إن شاء الله، والرحلات القادمة إن شاء الله راح تكون على بلدان أخرى. راح نشوف ونختار مثل ما وعدناكم من قبل، ونخطط على هذا كله بإذن الله. انا ما انتبهت على السرعة، دائما انا كل هذا الارتفاع يكون على السرعة 230 كذا، لكن ما انتبهت لها ونزلت الفلاب، فلكذا صار معانا ورنينج تحذير. راح نشغل نظام الأفروش من الحين. فلابس وان. هانتنج لايت، لابس تو، جير داون، فلابس 3، فلابس 4، فول فلابس يعني.
كايرو تاور استبلش اي ال اس رن واي 23 ليفت ايجيبت اير 111. طبعا في مطارات مصر احنا جربنا وتعلمنا شلون نطير ونهبط على المدرجات اي ال اس وبدون اي ال اس، وكلها طبعا سهلة ما في اي صعوبة، ولكن كاختلاف التضاريس والمطارات من مطار حديث الى مطار يعني متوسط الحداثة وكذا، وكلها يعني مناسبة. ولكن في مطارات مصر الصراحة يعني بكل امانة لقد يعني اندهشت من المطارات، جميلة جدا من غير يعني هذا البلد الجميل. وهذه الرحلة الوداعية من هذا المطار الجميل ومن هذه البلد الجميلة. 1000 1300 طبعا مثل ما شايفين الرياح جايتنا من الخلف من اليمين إلى اليسار، Four. مش 400 700 300 200 اتوبايلت اوف 100 50 40 30 10 رياح شديدة. فكيت عندها رنوي 23 ليفت ايجيبت اير 111. راح نمشي طوالي ونخرج من هذا المخرج. والحمد لله على السلامة، وإن شاء الله راح نلتقي برحلات أخرى وجميلة في بلد آخر ومطار آخر بإذن الله تعالى.
شكرا لكم على المتابعة ودعمكم المستمر. الحين راح نتوجه إلى البوابة، بإمكاني أختار من هنا بوابة. الرام هذا حق اللارج، أنا مش هريد لارج. لا أوكي، مش مشكلة. الرام فولو مي، يس. استنى لبيو يشتغل، اشتغل خلاص معنا لبيو. الرياح من اليمين على اليسار مثل ما شايفين، الطائرة تروح على اليسار مثل ما شايفين، تضرب في التيل وتسحب الطائرة. فلم يوصل. هذي ميديوم، ايوه يس. اجيب ار 690 على الهبوط اللندن. شوف الحين من نشيل الشمسية ما راح ينشاف الإضاءة حقه، هما شايفين؟ طبعا راح نطول كثير لحد ما نوصل الى البوابة، لان ما شاء الله يعني مطار كبير كبير جدا، وفي يعني 4 مدرجات. الله اعلم 3 ولا 4، الله اعلم 4 مدرجات في هذا المطار.
أربع مدر ثلاث مدرجات. فين راح؟ سلامات الحبيب، فين رحت؟ أنا متوصلني ولا شلون؟5207 on 59 runway 05 center at Cairo. طبعا هذا الكابتن الطائرة هذه يتكلم حاليا مع برج المراقبة، وهذا صاحبنا الفلومي الحين دايخ راسه ما عارف وين يروح. سلامات، فين هذا رايح؟ ترى عمل هذا من أول كان أفضل، مثل هذا فولهم فولهم. أو أم إي عمان إير 406. طبعا انا يعني متاخر كثير، وياس استخدم عن طريق فولو مي ووجهني على البوابه، لاني ما فتحت شارت حق المطار هذا بالضبط عشان اعرف مساري والبوابه يعني بالضبط فين اوقف، يعني المسار من المدرج للبوابه. اللي كذا كنت استخدم هذه الاضافه اللي معانا من جي تي اكس، ابي اجربها مره واحده ونشوف. الصراحه اشوف يعني دايخ راسه يعني فولومي.
انت فين رايح؟ شكرا لك كابتن. Hello, the gate is by the side of the ocean. الحمد لله على السلامة. انجل وانا انجل انتو اوف. ايه؟ راح نطفي حق الانجن تثبيت الوقود انا خلاص راح نطفي النار خلي الاكسجين شغال والاليوم على شغال يمكننا النار خلاص نطفي الاليوم شغال الباور راح نطفي الاليوم
Thank you.